يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السيد وبين قوله عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم؟ هو السيد هذا عام، وأما سيدكم هذا خاص، سيدكم هذا خاص ما هو عام، ما قال قوموا للسيد، قال قوموا إلى سيدكم، هذه سيادة خاصة. مثل الرب، الرب إذا أطلق فالمراد به رب العالمين، أما إذا قيل رب الدار رب الدابة هذه ربوبية خاصة بمعنى صاحب. نعم.